سلام، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وبالهنا وباش ما كتمنوا ان شاء الله. بغيت نشارك معكم العطرية اللي جبت هنايا. عندي 20 درهم ديال الابزار، خديتها من عند العطار ونقيتها تما وطحنتها. 20 درهم ان شاء الله نطيب منها، الا بقيت حيه نطيب منها في رمضان والايام اللي مورا رمضان والعيد الكبير ان شاء الله، لان واحد الكميه كبيره كثيره. وهنايا البنات، هذا الخرقوم هذا راه كيعجبني، واخا انا وخاوف صراحه ماشي صحي، ولكن راه كنطيب به. هذا راه واقيلا كدير 5 دراهم، 5 دراهم وخمسة دراهم ديال هادي ديال التحميرة. التحميرة راه ما تنديرهاش، ما تنخدمش بها بزاف، البنات كضرني. الا كانت الشامولات الحوت ولا رغيف الشحمة الوليدات كيبغيوهم حمرين، ندير فيها شي شوية ولا الزعلوك. وهنايا البنات الكنجبير راه 5 دراهم حتى هو، راه ما تنخدمش بيه بزاف. وهذه 5 دراهم ديال الكامون. ايوا البنات، هذا الشيء اللي جبت ان شاء الله غادي نبدا. بالنسبه للبزار راه جبته كثير، ولكن الشيء الاخر ان شاء الله ندوز به غير حتى غير نص رمضان ولا هذا، فاش يسالي عاود نجيب شويه. وهنا راه كنطيب العشاء، كنطيب المخيمرات وهذا الفريسه. البنات راه خويت عليه المطيب، راه فاش نخول المطيب على الفريس كنخليه واحد شويه عاد كنصفيه وكنقليه، ما تيديش ليا الزيت بزاف وكيجي مكرمل، كيجي زوين. وهنايا راه كندير شويه زيت على المخيمرات باش نعاود نقلبهم باش يتحمروا. وهادو درتهم كبار حيت عندي هنايا المقله كبيره، كنديرهم كبار باش كنسربي دغيا تنحيدهم، حيت هذه هي البوطه الكبيره اللي دايره عليها المقله باش ندير عليها الفريت يطيب دغيا. والمرقه الا كانت مازال خصها شويتين نكمل عليها. وهنا البنات راه الخبز، درت الخبز رشعت الفران، درتو في الفران يطيب. وهنايا غادي نقاد هاد العطريه، غادي نديرها كل حاجه في بلاصتها. هذا الكمون غادي نديرو في القرعه ديالو، وهاد القرعه ديال العطريه راه غسلتهم غير من الفوق، حيت نقيين غسلتهم غير من الفوق وصافي، وغسلت ديك البليصه فين كنحطهم. ما قلتش لكم البنات على احسن كادو جاني في هاد رمضان ولا قبل رمضان ولا في اللول ديال رمضان. خليكم معايا راه غتشوفوه. انا راه فرحانه بزاف به، غادي يعاونني بزاف. انا كنعيا كنصايب الفطور كنعيا، والحمد لله هاد الكادو هذا غيسهل عليا بزاف الخدمه. وخليكم معايا نتوما غتشوفوا الكادو الزوين اللي جاني، لي انا بصراحه كان ناقصني. هذه البنات راه لقيت هذه ديال التحميره، لقيت تخليها الماء حيت غسلتهم غير من برا، وعاد مشيت غسلتها ودابا ونشفتها ودابا كنخوي فيها التحميره. هذه البنات هي هذه هي العطريه ديالي، وصافي غادي نديرها انايا وغادي نمشي نشوف. هنا البنات راه رميت الخبز، درت وجيت نقلب هاد المخيمرات. وهذا البنات هو الكادو اللي انا فرحانه به بزاف. هاشوار البنات زوين، جربتو وزوين تبارك الله، غيعاونني بزاف د الحوايج. الا بغيت نعمر بريوات، بغيت نعمر مخيمرات، بغيت نعمر رغيفات، داكشي ديك الحشوه غادي نطحن ديك الخضره هنايا. لا دانت حتى هي كنبغيش، انا ما تنبغيش نشريها مطحونه، نطحنها في الدار ونطحنها بهادي. راه جربت فيها لدان، جربت فيها الخضره زوينه بزاف. وهادي كتصفي بها البيض، كتنعزل بها الصفر على البيض، وفيها جوج ديال الماس وفيها التراب. وفيها هنايا البنات 80 واط، وفيها 3 طرق. المهم راه زوينه بزاف. وهذا هو الفيديو ديالي، ونتمنى يعجبكم. عجبكم خليوها ليا في الكومنتار، وما تنساونيش من لايك، ويلا تبقاو على خير.